بسم الله الرحمن الرحيم. وحيدة عاليون مسؤولة التثقيف الصحي في وزارة الصحة. بالنسبة لهذه اللي أمامها خيمة من الست اللي انفتحوا للتثقيف الصحي لتوعية المواطنين وتقديم لهم الخدمة في هذا الأسبوع الوطني للتلقيح اللي ضركت. كنا مشرفين يامس على إنهاء الأسبوع الأول، لكن نتيجة النجاح الحمد لله اللي لحق 103%. ارتأى على انهم ينزاد اسبوع ثاني اليوم، ثلاث ايام زادوا وبادئين من اليوم على كافه التراب الوطني لتلقيح المواطنين اللي ما زالوا ما فاتوا لقحوا. والله اللي فاتوا لقحوا تنعطى لهم الجرعه الثانيه، واللي فات قبل الجرعه الثانيه قبل الجرعه التعزيزيه الثالثه. هذا على كافه التراب الوطني للاعمار من 12 سنه فما فوق. وبذلك نطلب من جميع المواطنين في هذه وجميع الساكنة إن صح التعبير، لأن المواطنين هون معاهم المقيمين على أنهم يتلقاوا الجرعات، اللي ما فات منهم استفاد من هذا الأسبوع الوطني أنه يقيم ماشي قايس المراكز الصحية، والله النقاط الصحية، والله زاد المراكز المتقدمة. إياك استفاد من هذا التلقيح، إياك نحمو جميع الساكنة من هذا الخطر اللي يهدد العالم ويهددنا احنا خاصة، اللي ولا نبقوا الساكنه اللي عندنا تنضر بذاك عليهم يقيموا ماشيين قايسين جميع المراكز الصحيه والنقاط الصحيه والنقاط المتقدمه. نختار هون فيما يخص ولايه نواكشوط، والله ولايه نواكشوط خاصه وعدله فم 12 6 افانسي، ديك 12 6 افانسي متقدمه اندارت في 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 على مشام مثلا على صورتي نقاط العبور من ولايه نواكشوط النقاط الاربعه، وعلى الاماكن اللي موجودين فيها الناس كيف في المراس وفي كارفور اللي احنا موجودين فيه حالا. اياك يلقح تقدم الخدمه وتقرب من المواطن وقرب له التلقيح. يعاد ما شاك انه بعيد، والله احنا جايين وجايبين له اللي يندروا كانوا يستفاد من هذا التلقيح، ونختار ما يبقى لقاج من الساكنه ما استفاد من هذا التلقيح. وشكرا.